كمان اخترته مجلس إدارة، وهنا برضو نقطة مهمة جدا، المجلس الحقيقة كلهم أنا اخترت كل الناس اللي حاسس إنها ممكن تخدم الفترة اللي جاية اللي هي الفترة السابقة طبعا في مجلس الإدارة، فأنا هرجع لهم برضو طبعا في الآخر يعني. ولكن مجلس إدارة وأنا حطينا برنامج انتخابي، برنامج الانتخابي كان فيه الرؤية وفي الاستراتيجية. طيب بعد كده فات 4 سنين بقى اللي احنا واقفين قدام حضراتكم النهاردة، فات 4 سنوات. اللي احنا قلناه من 4 سنين عايزين نراجع مع بعض نشوف احنا وصلنا لإيه. فدي أنا بسميها مراجعة وعود انتخابية احنا أو غيرنا بيقولها لازم في الآخر كده نيجي نقول يا جماعة والله احنا قلنا 1 2 3 4 احنا عملنا 1 2 3 عملنا 1 2 3 4 5. ممكن ده اللي انا عايز اتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة. علشان كده ابتدينا عندنا رؤية، الرؤية دي عرضناها على حضراتكم. الرؤية كانت هي ايه؟ الحفاظ على تاريخ الاهلي واستمرارية مبادئه، دي بالنسبة لنا رؤى كبيرة. تطوير مؤسساته واستثماراته لازم يتطور، تحقيق طفرة خدمية وإنشائية ورياضية، وده الحمد لله برضو تم، تفتخر بها عائلة الأهلي ويخرج بها كيان الأهلي إلى قلب العالم اللي أنا يمكن قلته في الأول. عشان نحقق يعني الرؤى دي فكرنا إزاي، إيه هي عائلة الأهلي المسمى اللي هو طول عمره موجود بس إحنا ما كناش بنتكلم فيه أو ما كناش بنلم العيلة دي. إحنا النهاردة أو مع الرؤية بتاعتنا في البداية والاستراتيجية إحنا بنخاطب عائلة الأهلي. مين هي عائلة الأهلي؟ عائلة الأهلي كل الأعمار والقدرات الخاصة وكبار السن والشباب والمرأة والأطفال، كل الأعمار هي دي عائلة النادي الأهلي، هي دي العيلة اللي إحنا جميعاً المفروض كلنا بنسلم بعض عشان نخدم العيلة دي، العائلة اللي هي دي الحقيقة قوة النادي الأهلي، قوة النادي الأهلي في عائلته بكل بمختلف شرائحها، في جماهيره اللي هي العائلة دي بتتكلم بلسانتهم. ده برنامج عائلة النادي الأهلي. زي ما قلت إن إحنا البرنامج ده حطينا شعار، شعار جديد، في شعارات كتير وفي لوجوهات كتير نزلت على مدار يعني 114 سنة اللي فاتوا، منها تاريخ حاولنا احنا نختصر كل يعني من 1907 لغايه النهارده اختصرنا دوت في الشعار اللي قدام حضراتكم ده، تاريخ مبادئ تطوير، ده اللي احنا بنينا عليه. عشان نحقق ده وعشان نحقق الشعار ده عملنا ايه؟ كان في طبعا ناس كتير جدا، كل ده كل اللي قدام حضراتكم دولت اجيال كتيره جدا واجيال كتيره جدا بتسلم بعض، وهي دي قوه النادي الاهلي، مفيش اختلاف، في وحده، في تكاتف، في استمرارية. اللي موجود أهلا وسهلا، اللي مش موجود ده بيساعد، زي ما أنا النهاردة شايف أعضاء مجلس إدارة سابقين حريصين جدا يكونوا موجودين، شايف كبار سن قاعدين حريصين جدا جدا يكونوا موجودين. هم مالهم يعني مالهمش في الإدارة الحالية، ولكن هم كلهم بيبنوا وبيبنوا طوبة ورا طوبة، وبنسلم جيل ورا جيل.